ليلة مشتعلة عاشها سكان حي الشيخ عثمان عادت إلى الأذهان ليالي حرب الميليشيا. الرواية المتواترة تقول إن الاشتباكات اندلعت إثر قيام شرطة الشيخ عثمان بإلقاء القبض على أفراد من جماعة تبيع السلاح بعد انتشار صور لأطفال يبيعون أسلحة في وسط الشوارع. ثم بعد ذلك جماعة مسلحة ينتمي إليها المقبوض عليهم تطوق قسم شرطة وتشتبك مع أفراده. يتطور الأمر ويتدخل أفراد من الحزام الأمني الذي نزل إلى المنطقة وأصبح طرفا ثالثا في الاشتباكات التي سلبت هدوء المدينة وسرقت نوم سكانها. الواضح إذن أن ما يحدث في العاصمة المؤقتة يتعدى كونهم فلاتا أمنيا إلى تعدد أجهزة الضبط وتباين في القيادة والتبعية وتضارب في أداء المهام يصل أحيانا إلى التصادم في تنفيذها. ولا تتوقف حدود المشكلة هنا، فانتشار السلاح الذي أعقب مرحلة التحرير من الميليشيا ووجوده بيد العديد من الأطراف يجعل من عدن على فوهة بركان هامد قد ينفض رماده في أي وقت ولأي سبب ما لم تتنبه الحكومة الشرعية لخطورة الوضع القائم وتعمل على تلافيه قبل أن يقع الفأس بالرأس، وحينها لا ينفع اللوم ولا الندم.